إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزال للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية حديث اليوم سنتحدث يعني عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سوق العملات، وما هي أكثر العملات تضررا وتأثرا بهذه الحرب؟ صباح الخير. بالفعل هنالك تأثيرات كبيرة للتوترات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية على الأسواق المالية العالمية بشكل عام، والتي منها أسواق العملات. من العملات التي تأثرت بشدة في تداعيات هذه التوترات الجيوسياسية، أبدأ في اليورو الذي شهد انخفاض بحوالي 2.5% هذا الشهر، بعد انخفاض أيضا فاق 1% الشهر الماضي. فاقتصاد منطقة اليورو مرتبط بشكل مباشر وكبير باقتصاد روسيا وأوكرانيا، وحاليا مع العقوبات المفروضة على روسيا من المتوقع أن يشهد الاقتصاد في منطقة اليورو تراجع قوي، مما تسبب بتراجع في اليورو مقابل الدولار ومقابل عدة عملات. وأيضا الجنيه الاسترليني تأثر، رغم أن تأثر الجنيه الاسترليني كان أقل نوعا ما بفعل توقعات رفع الفائدة في إنجلترا، لكن أيضا هو من العملات التي تراجعت ونشهد تداوله اليوم في مستويات حول الدولار و30 سنت، ووصل أيضا إلى دولار و29 سنت. لكن هنالك عملات استفادت، والدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استفادة من الأزمة الجيوسياسية، لأن المتداولين يتوجهون لطلب الملاذات الآمنة وتصفية المراكز المالية، والدولار الأمريكي يعتبر أحد العملات الأساسية عندما يريد المتداولون ملاذا آمنا أو لتقليص مخاطرتهم في الأسواق. لذلك ارتفع الدولار بنحو 2.5%. أخيرا أشير إلى الليرة التركية التي انخفضت أيضا بنحو 6% الشهر الماضي، وهذا أيضا بتأثير الأزمة وترابط الاقتصاد التركي مع اقتصاد كل من روسيا وأوكرانيا. نعم، يعني سركيس تحدثت عن الملاذات الآمنة من العملات في ظل هذه التوترات الجيوسياسية، لكن إذا ما تحدثنا عن الين الياباني مقابل الدولار يعني نجده في أدنى مستوياته يعني خلال 20 عاما، لماذا هذه الضغوط على الين الياباني تحديدا؟ صحيح، رغم أن الين الياباني يعتبر أحد العملات التي تستخدم كملاذ آمن، لكن هنا الظروف اختلفت قليلا في أيامنا هذه. فالاقتصاد الصيني في تباطؤ، التضخم في اليابان 0.9%، النمو في اليابان متراجع، بالتالي بنك اليابان المركزي من المرجح جدا أن يستمر بسياساته التحفيزية وأسعار فائدة سالبة لفترة مطولة من الزمن، وهذا ما سلب الين الياباني كونه عملة من عملات تصفية المراكز المالية وأيضا عملة ملاذات آمنة. بالتالي شهدنا انخفاض الين الياباني إلى 128 ين للدولار الأمريكي الواحد، بل وانخفض أمام الجنيه الاسترليني إلى 166 ين للجنيه الاسترليني الواحد. فالين الياباني يتعرض لضغوط كبيرة سببها انخفاض التضخم، تعثر الاقتصاد الصيني وتوقعات انكماش بفعل إغلاقات كورونا في الصين، ونحن نعلم بأن الشريك التجاري الأول لليابان هي الصين، وبالتالي يبقي كل ذلك الضغط على عملة اليابان وهي الين الياباني. نعم سركيس، يعني هذه الضغوط وهذه التأثيرات الجيوسياسية على أسواق العملات، لكن في المقابل هنالك قرارات مرتقبة من البنوك المركزية المختلفة تؤثر على أسعار العملات. ما هي يعني أبرز البيانات الاقتصادية المرتقبة تحديدا خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ بالنسبة لهذا الأسبوع سينصب تركيز المتداولين على نتائج أعمال الشركات. خلال تداولات يوم أمس تفاجأنا في بيانات إيجابية جدا من قطاع البنوك الأمريكي، وكانت هذه البيانات والنتائج الأعمال أفضل من التوقعات. واليوم أيضا نحن في انتظار نتائج أعمال عدة شركات تشمل على سبيل المثال للحصر شركة نتفليكس، آي بي أم، وغدا ستعلن تسلا عن نتائج أعمالها. كل هذه الأنباء سيكون لها تأثير مباشر على الأسواق المالية. أما بالنسبة للتوقعات البنوك المركزية، فعلى ما يبدو حتى هذه اللحظة الفدرالي الأمريكي يتقدم على أغلب البنوك المركزية في الدول العظمى، وقد يبدأ برفع الفائدة مرة أخرى وبخمسين نقطة أساس الشهر المقبل، وبحسب توقعات مجموعة CME احتمالية رفع الفائدة 50 نقطة أساس أصبح هذا اليوم 91%، وهذا ينعكس أيضا على الارتفاع في عوائد السندات ويظهر على أسواق الأسهم الأمريكية، ويظهر تأثيره أيضا على الدولار الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.